هذا جزء من التطورات التي سنتحدث عنها معكم مشاهدينا الكرام ومع ضيفنا هنا الأستاذ هشام منور وعبر سكايب الأستاذ مصطفى النعيمي. بناء على تطورات الساعات الماضية أستاذ هشام، هل من عنوان تراه مناسبا؟ اقتربت الحرب من نهايتها. اقتربت الحرب من نهايتها، طيب، واقترب الجميع من الجلوس إلى طاولة التفاوض. نتيجة ما حصل في الميدان. تمام أستاذ مصطفى النعيمي، هل من عنوان مناسب لتطورات الساعات الأخيرة في أوكرانيا؟ نعم، لا شك أن يعني العنوان الأنسب بالنسبة لتلك التطورات هي خسائر الروسية الكبيرة التي حصلت نتيجة للدعم اللوجستي المقدم من الولايات المتحدة. يعني هنالك خسارة كبيرة قد تكبدتها القوات الروسية وأثبتت فشل هذا الجيش الفائل الذي يصنف ضمن ثاني أي جيش في الدول المتقدمة، لكن حقيقة الأمر لم يعد هنالك جيش روسي حقيقة وهنالك خسائر كبيرة. لذلك أعتقد أن سيد المشهد اليوم هي خسارة روسيا في أوكرانيا.